اهلا وسهلا حبايبي، فيديو جديد من اسلوب حياتي. فيديو النهارده فكرته مفيده كده ومختلفه في نفس الوقت، وان شاء الله تعجبكم جدا. وهي ازاي لما يكون عندك عزومه تحضري لها وتحضري لها من جوانب كتير، من ناحيه الاكل، من ناحيه البيت، من ناحيه نفسك، او يعني شكلنا كده في استقبال الضيوف هيبقى عامل ازاي. كل ده هنعرفه مع بعض، لاني فعلا عندي عزومه بكره ان شاء الله، وجايه لي سلفتي وطبعا جوزها بقى طبعا اخو جوزي. فهي بقى طبعا هتزورني هي وجوزها بكره، ومعزومين بقى على الغدا وملحقوش يجولنا يعني في العيد وكده. فبعد العيد بقى معدى وفيديو وكده هيجولنا ان شاء الله بكره. فانا لتحضير لاي عزومه بحضر لها من قبلها بيوم. ما بينفعش خالص اعمل كل حاجه هقدمها لضيوفي، ان كانت اكل او اي حاجه في البيت، او اي تحضيرات خاصه بالبيت والاكل وخاصه بيا انا كمان، ابداها في نفس اليوم اللي هيجوا فيه الضيوف. ببقى من قبلها بيوم بعمل تحضيرات كتير جدا، ودي اللي عايزه اشارككم بيها لانها تنفعكم جدا جدا. لو حد عنده عزومه يرتب لها ازاي، بحيث انك لما الضيوف يجولك تكوني مرتاحه وما تتعبيش وتسيبيهم وتفضلي واقفه طول اليوم في المطبخ تعملي في الاكل، ويجي يلاقوكي مشغوله ومرتبكه وكل ده. فانا النهارده يعني بكره ان شاء الله العزومه او الضيوف جايين لي، انا من بالليل بعد ما بخلص انا اللي ورايا في بيتي وغدايا واغدي الولاد ونخلص من كل ده، بقف بقى احضر لاكل العزومه بتاعت بكره. فانا كده هعمل ان شاء الله صينيه مكرونه بالبشاميل. انا معظم الحاجه اللي هعملها يعني الاكل عاملاه معاكم في فيديوهات سابقه وطرقه بالتفصيل، بس انا حبيت اوريكم يعني حتى الاكل ايه بينفع مع ايه، بحس ان ده هيكون برضو منيو متكامل حد يستفاد بيه لو عنده عزومه، برضو يعرف الاصناف اللي بتليق مع بعض او بتتقدم مع بعض هي ايه. فمبدئيا كده حاجه المكرونه البشاميل اللي انا حضرتها، سلقت المكرونه، عصقت اللحمه بتبقى طبعا بالصلصه، معايا البشاميل اللي هم حضراه عاملاه بالطريقه التقليديه العاديه خالص. وبحب اعمل انا البشاميل زي ما شفتوا معايا قبل كده، بعمله ميكس بين الشوربه واللبن، لو عندي شوربه بضيف شوربه بتديله طعم جميل، واكمل باللبن. وهبدا دلوقتي ارتب في الصينيه بتاعتي، وبحتاج العشوكه الاول. زي ما انتوا عارفين بحب احط على المكرونه نفسها، دي سلقتها طبعا وبعد كده فضيتها في حاجه علشان بحب اقلب معاها ما يعني كبشتين كده من البشاميل. بحب اقلب معاها كبشتين من البشاميل كده، وكمان بحب احط بيضه، بس عشان هعمل يعني صينيه ان شاء الله كبيره شويه، بحط بيضتين هنا وعليهم رشه فلفل وبربهم شويه كده. فايده البشاميل والبيض بيدونا تماسك لصينيه المكرونه علشان ما تبقاش مفتفته قوي. بسم الله، وبضيف كده، والبشاميل برضو بيدينا طراوة برضو طعم حلو يعني للمكرونة. علشان تبقى متغلفة برضو بطبقة من البشاميل، ما تبقاش كده مكرونة لوحديها من غير اي بشاميل عليها. ودلوقتي بدات اطبق صينيه المكرونه بتاعتي، حطيت في قاع الصينيه كبشه بشاميل برده، او ممكن تدهنوها سمنه، وطبقه من المكرونه وطبقه اللحمه اهي في الوسط. وطبعا انا عملت كل الخطوات يعني بتاعتي الاكله دي معاكم قبل كده، مش عايزه بقى اعيد يعني ودقق قوي في الوصفة نفسها لانها اتعملت قبل كده. اهم حاجة عندي النهاردة في الفيديو دوت يعني نركز على التحضيرات اهم من الوصفة نفسها. يعني الوصفة طبعا مهمة ومعروفة بقى قبل كده اتعملت في فيديوهات بالتفصيل، بس انا عايزاكم تركزوا في التحضيرات وايه بيتعمل امتى وكل ده، علشان اما ضيوفنا يجوا يلاقونا مرتاحين كده ومش مرهقين ولا نبقى متوترين ولا اي حاجة. وخصوصا طبعا ضيوفنا من اللي هم اهل الزوج، مش عشان حاجه والله، بس برضو بنحب كلنا طبعا نظهر قدامهم بمظهر حلو، ان احنا مرتبين ومحضرين كل حاجه وبيتنا منظم واكلنا جميل واحنا شكلنا كده برضو جميل في نفس الوقت. كل ده بنحب طبعا نهتم بيه، مثلا السلايف، حماتك، اخت جوزك، كل دول يعني اهل الزوج من النواحي دي كلها. وشويه بشاميل كده على اللحمه، وبحط بقى الطبقه الثانيه وبسويها برضو.
وخلاص كده بعد ما رتبت الطبقات بتاعت صينية المكرونة والبشاميل بتاعتي كلها وحطيت آخر طبقة خلاص البشاميل. طبعا بيتحط حاجة على الوش قبل ما ندخلها الفرن، إن كانت زبدة أو كريمة أو أي حاجة من الحاجات اللي عملناها مع بعض قبل كده. فأنا اللي بعمله دلوقتي هغطيها بالبلاستيك الغذائي وعلى التلاجة، وإن شاء الله بكرة قبل ما الضيوف يجوا هدخلها الفرن تستوي على طول. في حاجات بحب أحضرها يعني وتستوي في نفس اليوم اللي الضيوف جايين فيه، وفي حاجات بسويها سوا كامل وفي اليوم اللي الضيوف اللي جايين فيه بسخن بس على طول، ما بسويهاش ولا اي حاجه. فالمكرونه بقى بالبشاميل من النوع اللي بحب اسويها في يومها، لان الحقيقه الصينيه هتبقى كبيره ومش هتدخل في الميكرويف علشان تسخن بسهوله. وفي حاجات هسويها سوا كامل وهنشوف مع بعض. وهعمل كمان دلوقتي صينيه الطرب، انا عملتها معاكم قبل كده من ضمن وصفات العيد في فيديو يعني سابق، اللي هي بتبقى المنديل بتاع الخروف كده كامل اللي بيتعمل منه صوابع الطرب، بنلفه على صوابع الطرب. عملت برضو الصوابع معاكم مره الصينيه لما قلت لكم لما بكون يعني ما عنديش وقت بقى اعمل صوابع والف صباع صباع وكده، بعمل الصينيه ديت. وفعلا هو ده اللي هيحصل عشان ورايا تحضيرات كتير زي ما بقول لكم، فهعمل الطرب يعني صينيه مش هعمله صوابع، لان الصوابع هياخد وقت في اللف ووقت في السوى وكده. دي صينيه بتدخل الفرن وبتخرج وما متعبش فيها خالص وما بتاخدش وقت مني. وعايزه اقول لكم طبعا ان مكونات صينيه الطرب دي بتبقى عباره عن المنديل بس الضاني وطبقه من الكفته متحضره طبعا بالبصل ومتبله وكده، كل دي طبعا بالتفصيل عندكم في الفيديو اللي عملته فيها. وفي الاخر بغطي تاني بطبقه الطرب بحيث ان اغطي على طبقه الكفته. وطبعا هسيب لكم الفيديو ده برده في صندوق الوصف وفي شاشه في نهايه الفيديو علشان اللي ما شافوش يشوفوا معانا وتشوفوا يعني طريقته بالتفصيل. وخلاص كده جهزت صينيه الطرب معايا اهي بالشكل ده، هدخلها بقى الفرن تستوي. دي من الحاجات اللي بحب اسويها سوا كامل، وبعد ما بتبرد بغلفها وادخلها التلاجة وتاني يوم بسخنها كويس جدا، بترجع زي ما تكون طازه ولسه معموله دلوقتي. فانا ادخلها الفرن تستوي سوا كامل، مش هشيلها او مش هتبقى من التحضيرات اللي بتتشال يعني نيه، لا هسويها سوا كامل ودلوقتي على الفرن على طول. كمان اللي هعمله دلوقتي الفراخ المشوية، دي عملتها معاكم في منيو رابع يوم العيد، وقلت لكم على تتبيلتها وكده. يعني حلوة، كل اللي بيدوقها بتعجبه جدا والولاد بيحبوها وكده. وبعدين معظم الاكل يعني نواشف، مفيش طبيخ ولا تسبيك ولا حاجات من دي، فانسب حاجة طبعا مع الاكل ده اللي هتليق عليه جدا فراخ مشوية. دي فراخ متقطعة يعني الفرخة او الدجاجة 8 قطع عشان تبقى قطع صغيرة وتستوي بسرعة وبيبقى شكلها حلو يعني في التقديم. دي انا اللي عملته. لو مثلا الحاجه اللي انت هتعمليها متبلها وشايلها في الفريزر، طبعا اليوم اللي قبل العزومه اللي الحاجه هتستوي فيه يعني تطلعيها من قبلها بيوم، تسوي في يوم وتاني يوم العزومه تسخني وتقدمي. فانا ما كانتش عندي في الفريزر، دي جايباها النهارده يعني في نفس اليوم النهارده الصبح بدري، نظفتها وغسلتها وتبلتها وسبتها كذا ساعه اهي، دلوقتي بقى لها حوالي 6 ساعات في التلاجة او اكتر كمان، فتبلت وخدت الطعم يعني كويس جدا كده. دلوقتي هبدأ اشويها برضو واسويها سوا كامل واسيبها تبرد تماما، وبعد كده اقفلها برضو بالبلاستيك الغذائي وعلى التلاجة. وخلاص كده بدأت هشوي اهو في الفراخ اللي معايا، وبشويها بقى بنفس الطريقة اللي وريتهالكوا في الفيديو. هسيب لكم برضو الفيديو ده في صندوق الوصف في الشاشة في نهاية الفيديو، وهكمل بقى واكمل سواها كله والكمية كلها اللي انا عايزة اعملها، واسيبها تبرد كويس جدا والفها بالبلاستيك الغذائي، اغلفها بالبلاستيك وادخلها على التلاجة. وقبل ما يجي الضيوف بسخنها وبقدمها برضو كأنها لسه مشوية حالا، لانها تاخد وقت طبعا في السوا وعايزة وقت وعايزة واقفة قدامها وتقليب وحاجات كده، ما ضيعش طبعا كل الوقت ده في اليوم اللي الضيوف جايين فيه، تبقى جاهزة وتتسخن على طول ما تاخدش اي وقت معايا. وبعد ما خلصت تحضيرات الاكل اللي انا عملتها وشطبت المطبخ ونضفت كويس جدا، اخدت شاور علشان نتخلص بقى من الارهاق والتعب اللي مرينا بيه على مدار اليوم ونعرف ننام كويس. بس قبل ما انام الحقيقه حضرت ماسك لبشرتي، هحطه على بشرتي كده عشان ان شاء الله بكره قدام الضيوف تبقى بشرتي كده رايقه وصافيه ومش باين عليها اي اجهاد او تعب. فهحط الماسك قبل ما انام وبسيبه ينشف وبشطفه وبعد كده هنام على طول. دلوقتي بقى انا في اليوم اللي الضيوف جايين لي فيه،
عملت تحضيرات بالليل زي ما شفنا، والنهارده بقى الصبح صحيت بدري كده قبل اي حد، قلت انضف بقى الريسبشن اللي هستقبل فيه طبعا الضيوف، او اي مكان بقى بتستقبلي فيه الضيوف يعني تبدأي بيه وتنضفيه هو الاول. ولما بقيت البيت بقى يصحوا اشيك برضو على باقي الشقة كده وانضف بقيتها، بس حبيت ابدأ طبعا بالريسبشن عشان يبقى نضيف وجاهز. وكان بالليل لو كان عندي وقت يعني كنت نضفت برضو من بالليل، بس بصراحة ما قدرتش خالص اعمل اي حاجة بعد ما حضرت كل الاكل والحاجات اللي عملتها بالليل، وغسلت مواعين بقى اللي طلعت وشطبت المطبخ، اي حاجة استخدمتها، مفرمة، كبة، خلاط، صواني، جريلات، طاسات، كل حاجة غسلتها ونظفت المطبخ قبل ما انام علشان عم اصحى لليوم اللي الضيوف جايين فيه يبقى المطبخ رايق. اقف برضو اكمل الحاجة البسيطة اللي ورايا، ما بقاش يعني هعمل حاجات كتير لسه فيه. وتخيلوا بقى المنظر لو انتوا نفس اليوم اللي الضيوف جايين لكم فيه بتبقوا واقفين تعملوا الاكل فيه، بيطلع مواعين قد ايه وصواني وطاسات وحاجات قد ايه، بتلاقوا المنظر المطبخ يعني ما يعني ما فظيع، يعني مش هتقدروا تسيطروا على الموقف وتعملوا كل ده في يوم واحد. فاللي هعمله بقى دلوقتي بدأت انضف في الريسبشن، شلت السجادة لمعتها الاول، لمعتها كده بالمية وشوية كلوريكس الوان وشوية معطر سائل، وعملتها بفرشة السجاجيد وحطيتها تتهوى كده في البلكونة عقبال ما اخلص اهي زي ما احنا شايفين، عقبال ما اخلص كده تنظيف هنا. وجبت بقى المية وفيها برضو شوية كلوريكس ألوان وشوية معطر برضو سائل والشرشوبة بتاعتي، وهمسح بقى الأرض وأبدأ بقى أعمل تلميعات وأفرش مفارش على الصالون نضيفة، وأعمل بقى كل المكان بقى تلميعات وتنظيف ومسح وكل حاجة. وخلاص كده خلصت تنظيف الريسبشن اهو عندي. بعد ما مسحت الارض فرشت السجادة وكل حاجة اتلمعت في الاوضة طبعا، كل التلميعات اتعملت وفرشت المفارش النضيفة على الصالون، كله بالشكل ده كله بقى تمام اهو. خلصت تلميع وبعد مسح الارض كملت بقى والمفارش وكل حاجة نظيفة، واتلمعت هنا كمان السفرة، جيت نظفت طبعا السفرة وظبطت هنا برضو كله بقى تمام، وعملت لها التلميعات وكل حاجة لان لازم طبعا تبقى نظيفة وجاهزة السفرة اللي هنقدم عليها الاكل للضيوف بتوعنا. وخلاص كده ببقى خلصت بقى من المكان اللي هستقبل فيه الضيوف، ده اهم حاجة عندي ببدأ بيها التنظيف علشان يعني يكون جاهز لو الضيوف جم في اي وقت يبقى المكان اللي هستقبلهم فيه نضيف اهم حاجة. وبعد كده بلف بقى على باقي الشقة اعمل لها التنظيفات اليومية يعني العادية، بس اهم حاجة اكون خلصت من المكان ده اللي بستقبل فيه الضيوف اهم حاجة عندي. ودلوقتي خلاص الضيوف على وصول، قبل ما يجوا بشوية صغيرين بحب احضر بقى العصير اللي هقدمها لهم اول ما يجوا، اللي هو عصير الترحيب، او لما الضيوف بيجوا يعني بنستقبلهم بعصير على طول اللي بيقولوا عليه في الفنادق ويلكم درينك. انا بحضر دلوقتي الويلكم درينك، هعمل عصير جوافة باللبن، وهي قطعة جوافة كده متقطعة 4 أرباع، ويكون معايا الحليب السائل وهحلي بالعسل الابيض او السكر، اللي مش متوفر عسل يبقى بالسكر، يعني هي مكوناتها بسيطة الجوافة والحليب والتحلية بقى سكر او عسل، واي طبعا فواكه عندك ممكن بدل الجوافة تبقى موز، اي فواكه بتفضليها او ضيوفك بيفضلوها. ودي بقى العصير ده يعني بحب احضره طبعا في اليوم اللي هيجوا فيه الضيوف وقبلها بشوية كمان عشان يبقى فريش، وخصوصا الانواع اللي ممكن لونها يغير مع الوقت زي الجوافة او الموز، بعمله هم الضيوف على وصول على طول وبحطهم في التلاجة اول ما يجوا استقبلهم واقدم لهم العصير على طول. بيكون جاهز برضو معهمش هم موجودين، اقعد اضرب واطحن والحاجات دي. فاللي هعمله كل المكونات طبعا بتتحط في شفشق الخلاط وتتخلط على بعض بمنتهى السهولة. وخلاص بعد ما ضربت الجوافة في الخلاط هي والمكونات بتاعتها، صفيتها طبعا علشان البذور والقش بتاع الجوافة، وكده بقى جاهز عندي الويلكم درينك بتاعي. دلوقتي انا دخلت المطبخ علشان اكمل بقى بقية التحضيرات الخاصة بالاكل. دي صينية المكرونة البشاميل اللي كنت عاملاها من بالليل، طلعتها من التلاجة وحطيت لها قطع زبدة صغيرة كده بالشكل ده على السطح علشان هي دي اللي هتدي اللون التحمير الحلو في الفرن، او اي حاجه بقى كريمه قشطه جبنه اي حاجه براحتكم خالص. انا ما حطيتهاش طبعا قبل ما احطها الثلاجه، بحب يعني احط الحاجه اللي على الوش قبل دخولها الفرن على طول، وادخلها بقى الفرن تستوي وابدا بعديها اسخن بقى كل الاكل اللي انا محضراه من امبارح. حبايب قلبي، ودلوقتي بعد ما سخنت الحاجه صينيه المكرونه البشاميل اهي استوت وخرجتها بالشكل ده.
وكمان الفراخ اللي كنت مساويها من امبارح، شويها يعني من امبارح، سخنتها كويس جدا. وكمان الطرب اللي هو كان في الصينيه قطعته قطع صغيره، وكمان كان متبقي قطع يعني من الكفته بعد ما خلصت صينيه الطرب امبارح، عملتها اصابع بالشكل ده وسويتها برضو. وجمعتهم بقى في صينيه مع بعض وسخنتهم كويس جدا، والفراخ اتسخنت كويس جدا، والبشاميل طبعا سخنه استوت. دلوقتي اللي هعمله بحمر فحم، هاخد فحمايه مع صينيه الكفته والطرب دي، وفحمايه برضو مع الفراخ، واغطي عليهم كويس عشان ياخدوا ريحه الفحم وريحه الشوي الحلوه. وبعد كده اللي هبدا اعمله، هبدا بقى اغير هدومي واستعد كده للضيوف، ونشوف بقى مظهرنا الخارجي هنستقبل الضيوف ازاي وكده، ونستعد يعني من الناحيه الشخصيه بقى. وبعد كده هبدا طبعا في تحضير السفره. وده كده شكل السفرة بتاعتي، بحضرها طبعا بعد ما الضيوف بيوصلوا وبيرتاحوا، بحضرها قبل الاكل على طول، ما حضرهاش ابدا قبل وصول الضيوف علشان الاكل ما يبردش. وده كده شكل الفراخ المشوية وسلطة الطحينة، وهنا الطرب الصينية والكفتة والمكرونة البشاميل. وزي ما احنا ملاحظين انا موزعة الاطباق كلها على السفرة وكده بالتساوي، بحيث ان اللي قاعد على اي كرسي في اي مكان يبقى قدامه من كل الاصناف. وبعد كده بكون جايبة الاطباق الفاضية دي كده زي ما احنا شايفين، وكل كل واحد بياخد الطبق ويحط من كل الاصناف فيه، بيبقى ده طبقه الخاص بيه. الطريقه دي قلت لكم عليها قبل كده ومريحه جدا. وزي ما احنا شايفين انا مش عامله برضو اصناف كتير ولا اي حاجه، يعني عامله برضو يعني السفره بتحتوي برضو على لحوم ودجاج ونشويات اللي هي المكرونه البشاميل، مش عامله اصناف كتير يعني ولا حاجه، بس الحمد لله يعني اصناف متناسقه وحلوه مش بكترها، وقضيتنا وفاضت كمان وعجبت ضيوفي جدا. وان شاء الله تعجبكم برضو، وبتمنى يكون الفيديو عجبكم، والخطوات اللي عملناها قبل كل عزومة تطبقوها ان شاء الله ترتاحوا جدا فيها. وبعمل كل الخطوات دي في اي عزومة بتبقى عندي، في رمضان، في العيد، في اي مناسبة، او في ايام السنة حتى العادية لازم احضر العزومة قبلها بيوم، واحضر الاكل واحضر كل حاجة قبلها بيوم، عشان اليوم اللي هيوصلوا فيه الضيوف ما تكونيش تعبانة ولا مرهقة ولا واقفة تطبخي طول النهار، كده بتبقي مرتاحة وتعرفي تستقبلي الضيوف كويس وتقعدي معاهم كويس وما تتعبيش في اليوم اللي هم موجودين فيه. وبتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، ونتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.